جاء الآن أن أرحب بضيفي الكبير السيد سفير مزري حداد، هذا السفير التونسي الذي كان سفير سابق في اليونسكو وخبير وبيرأس المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاستشرافية. يعني هذا العنوان العريض، الدراسات الجيوسياسية والاستشرافية، كلمة ربما بننظر إليها باهتمام غير طبيعي لكونها هي ما ينقص الأمة العربية، النظرة الاستشرافية إلى المستقبل، قراءة الواقع ثم الانطلاق نحو المستقبل من خلال استشراف الواقع. أرحب بك بداية مع السفير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فرنسا وفي باريس. يعني هذه الابتسامة العريضة ابتسامة مستشرفة من قراءتك المستقبل؟ نعم. ولا هذه هي لازمة من لوازم حضرتك؟ لا، هي في الحقيقة ابتسامة سرور، لأنه زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له لفرنسا هي بطبيعة الحال شرف لكل عربي في الحقيقة. هي ليست زيارة رئيس مصري إلى دولة فرنسية، هي زيارة رئيس عربي أصيل مسلم معتدل ديمقراطي أنقذ مصر من الهاوية، ونحن نتذكر ذلك جيدا. إذن هي حتما هي فخر واعتزاز إلى كل عربي سياسي أو دبلوماسي أو مثقف مهما كان. نعم، لذلك أنا مسرور جدا. يا رب دائما هذا السرور لكن